بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلاب الصف السادس. معكم مس شروق عارف من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. إن شاء الله يا مس، اليوم بدنا نعمل مراجعة لأول درسين من الوحدة الثالثة، اللي هو درس المستوى الإحداثي والبياني والمتغيرات والتعابير الجبرية. فنبدأ على بركة الله يا مس يا سادس. طبعا في البداية في عندي تذكير ببعض المعلومات. أول شيء أنا يا مس يا ريماس، المستوى الإحداثي، حكينا المستوى الإحداثي له ثلاث مكونات رئيسية. شو أول واحد يا مسيا ريماس؟ رائعة، تحكي لنا أول شيء في عندي المحور السينات اللي هو الخط الأفقي، الخط الأفقي. طبعا وريماس بتحكي لنا يا مس، محور السينات بتكون من السينات الموجبة والسينات السالبة. رائعة يا مس. حمزة شو تاني مكون؟ ممتاز، بحكي لنا عندي محور الصادات، وبنفس الطريقة في عندي صادات موجبة وصادات سالبة. ضلت عندنا آخر نقطة يا مسيا جنى، مين هي؟ ممتاز، بتحكي لنا في عندنا نقطة الأصل واللي هي صفر صفر. معناته يا مس يا سادس، المستوى الإحداثي بتكون من محور السينات، محور الصادات، ونقطة الأصل صفر صفر اللي هي نقطة تقاطع محور السينات مع محور الصادات. وبرضه حكينا يا مس يا سادس عندنا، طبعا هاي هي رسمة المستوى البياني. هاي عندي محور السينات الموجب، عندي محور الصاد محور السينات السالب، محور الصادات الموجب، ومحور الصادات السالب. حكينا المستوى الإحداثي اللي هو البياني يقسم إلى أربعة أرباع. في عندي الربع الأول، في عنا الربع الثاني، في عنا الربع الثالث، وفي عنا الربع الرابع. لو جيت سألتك يا مسيا حسام في الربع الأول حدد لي إشارة سين وصاد، ممتاز، بحكي لنا السينات موجبة والصادات موجبة. رائع. يلا يا مس عمر على الربع الثاني حدد لي إشارة سين وصاد، ممتاز، بحكي لنا السينات سالبة والصادات موجبة. الربع الثالث يا مس يا مايس، رائع، بتحكي لنا السينات والصادات موجبه. في الربع، عفوا مس، هذا الربع الثالث. الربع الرابع يا مس، ممتاز، بيحكي لنا احمد السينات عندي موجبه والصادات عندي سالبه. طبعا حكينا لتعيين او تحديد اي نقطه على المستوى الاحداثي نكتبها على شكل زوج مرتب سينات وصادات. مس انتبهوا، ببدا بالسينات بالاول بعدين الصادات، مش صاد بعدين سين. اول شيء ببلش بالاحداثيات على محور السينات الأفقي، بعدين الإحداثيات على محور الصادات اللي هو الرأسي. طبعا هاي يا مس تذكير. ننتقل يا مس للسؤال الأول، بيحكي لنا السؤال الأول سمي الأزواج المرتبة للنقاط الموضحة في الشكل، معطين النقطة ألف باء جيم ودال. طبعا يا مس سمي الأزواج المرتبة، عرفنا كيف بدنا نسمي كل زوج منهم. يلا يا مس يا يحيى، عندك النقطة ألف، سمي لي السينات والصادات، يعني سمي لي زوجها المرتب الإحداثي السيني والإحداثي الصادي، لأنه السينات كنا نسميها إحداثي السيني والصادات بنسميها إحداثي صادي. هاي النقطة ألف، شو بدك تعمل؟ كيف بنسمي الأزواج؟ ممتاز، بحكي لي من النقطة ألف بننزل عمود على محور السينات اللي هو المحور الأفقي، ممتاز، معناته قطعت المحور عند النقطة سالب 3، معناته الإحداثي السيني سالب 3، ممتاز. والإحداث الصادي حكينا بنفس الطريقة، بننزل عمود على محور الصادات اللي هو محور الرأسي، فيقطع المحور عند النقطة سالب 2، معناته الإحداثي السيني لنقطة ألف سالب 3 والإحداثي الصادي سالب 2. رائع يا مس يا يحيى. ننتقل يا مس يا أنس للنقطة باء، بحكي لنا النقطة باء ما في داعي إنه أنزل عمود لا محور سينات ولا محور صادات، لأنه النقطة باء جاية في نقطة الأصل بالضبط اللي هي صفر سينات وصفر صادات. رائع يا مس يا أنس. ننتقل للنقطة اللي بعدها، يلا يا مس يا ربا للنقطة جيم، بدي الإحداثي السيني والصادي، ممتاز، تحكي لها هي النقطة جيم، بنزل عمود من النقطة جيم على محور السينات فتقطعها عند النقطة، ممتاز، 2، بنزل نقطة من النقطة بنزل عمود من النقطة جيم على محور الصادات تقطعها عند النقطة 4 أو عند رقم 4، معناته النقطة جيم شو إحداثيها السيني؟ ممتاز، بتحكي لنا إحداثيها السيني 2 وإحداثيها الصادي 4. رائعة يا مس يا ربا. ننتقل يا مس يا محمد شامل النقطة دال، ممتاز، بحكي لنا النقطة دال إحداثيها السيني ما في داعي أحدده لأن هي واقعة على محور الصادات. هيها يا مس، واقعة على محور الصادات، وحكينا أي نقطة تقع على محور الصادات إحداثيها السيني شو بيكون؟ ممتاز، بحكي لنا إحداثيها السيني 0 وإحداثيها الصادي سالب 4، يعني ما في داعي ننزل نقاط نهائيا او اعمده لانه هي واقعه على محور الصادات، معناته احداثيها السيني مباشره 0. ممتاز يا مس يا محمد الشامي. ننتقل للسؤال اللي بعده معاي يا مس يا
أمل بالسؤال الثاني بيحكي لنا عين النقاط الآتية في المستوى الإحداثي. معطيني أول شيء النقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم والنقطة دال والنقطة هاء، معطيني خمس نقاط بدي أعينهم. يلا يا مس نعين النقطة ألف. كيف كنا نعين النقاط على المستوى الإحداثي يا مس يا أمل؟ ممتاز، بتحكي لنا بروح عند سالب ثلاثة على محور السينات برسم عمود، برسم عمود، رائعة. بعدين شو بنعمل؟ ممتاز، بتحكي لنا بروح على خمسة، بروح على النقطة خمسة على محور الصادات وبرسم عمود. نقطة تقاطع الخطين مع بعضهم أو نقطة تقاطع العمودين مع بعضهم هي النقطة ألف، هي هي نقطة التقاطع، معناته هنا نقطة ألف اللي هي سيناتها سالب ثلاث صاداتها خمسة. ممتازة، يلا يا مسي آي عندك اثنين وصفر. تحكي لنا بروح على اثنين على محور السينات وصفر على محور الصادات، يعني بضلني ثابتة مكاني ما بتحرك لا يمين ولا يسار ولا أعلى ولا أسفل. ممتاز يا مسي آي، معناته هون موقع نقطة اثنين وصفر اللي هي النقطة با، رائعة. يلا يا مسي سيف عندك أربعة وسالب واحد، شو بتعمل أول خطوة؟ ممتاز، بحكي لنا بروح على الأربعة بنزل منها عمود للأسفل. ممتاز، وبروح عند السالب واحد على محور الصادات برسم منه عمود، رائع. التقوا نقطة تقاطع الأربعة والسالب واحد هي النقطة جيم، رائع يا مس يا سيف. يلا يا مس يا راشد عندك سالب أربعة وسالب أربعة، بيحكي لأول شيء بروح على السالب أربعة محور السينات بنزل منها عمود للأسفل. دائما احنا حكينا بننزل أو بنطلع حسب اتجاه ال حسب الاتجاه لا أو قبل يا مس، خلينا نروح لنقطة دال. النقطة دال يا مس يا راشد عندك صفر وسالب ثلاثة، بيحكي لنا صفر على محور السينات، عندنا صفر على محور السينات. يا مس يا راشد بدنا نحدد النقطة دال اللي هي صفر وسالب ثلاثة. ممتاز، بيحكي لنا صفر على محور السينات وسالب ثلاثة على محور الصادات، بنزل لعند النقطة سالب ثلاثة، معناته هاي هي إحداثي النقطة دال اللي هي صفر وسالب ثلاثة. ممتاز يا مسي راشد، ننتقل للنقطة اللي بعدها. يلا يا مسي محمد البري معك سالب أربعة وسالب أربعة، شو بنعمل؟ رائع، بحكي لنا أول شيء بروح على سالب أربعة على محور السينات بنزل عمود للأسفل. دائما إحنا بنروح للأسفل أو للأعلى حسب الصادات، إذا كانت موجبة بعمل عمود للأعلى، إذا كانت سالبة بنزل العمود للأسفل. فإحنا عندنا سالب أربعة بنزل عمود للأسفل. الخطوة اللي بعدها ممتاز، بحكي لنا سالب أربعة محور الصادات برسم منها عمود. نقطة تقاطعهم هم تنتين مع بعض، نقطة تقاطع الخطين هي النقطة هاء اللي هي سالب أربعة أو أربعة. ممتاز يا مس يا محمد، ننتقل يا مس للسؤال الثالث، سؤال مهم جدا جدا جدا. يلا يا مس يسار نقرأ السؤال. حدد الربع الذي تقع فيها والمحور الذي تقع عليه كل النقاط الآتية. يعني أنا معطيتك مجموعة من النقاط بدون رسم بيانية، بدون ما تكون الرسم البيانية أمامي، بدي أحدد على أي ربع تقع كل من النقاط الآتية. يلا يا مس يسار على أول نقطة، عندنا سالب واحد وسالب سبعة، بتحكي لنا سارة أول خطوة أنا بدي أحدد السينات والصادات. مين عندك السينات هون؟ رائعة، بتحكي لنا سالب واحد هي السينات وسالب سبعة هي الصادات. بحكي لك يا مس يسار اتذكري عندك هون، أو تقدري شو تعملي؟ ترسمي محور صغير هون، هيا بتقدر ترسم رسمة بيانية صغيرة، بتتذكر إنه هون في عنا السينات الموجبة وهون في عنا السينات السالبة، للأعلى في عندي الصادات الموجبة وللأسفل في عندي الصادات السالبة. طبعا خلينا بس نظبط الشكل الرسمة، بتقدري ترسميها هيك رسم صغير يا مس يسار على جنب مشان تقدري تطلعي منها المحاور، أو إذا أنت حافظة سينات وين موجبة وين سالبة خلاص ما في داعي لها. صار رسمة الرسمة بتحكي لنا سينات سالبة وصادات سالبة، هيها سين سالب صاد سالب أي ربع؟ ممتازة، في الربع الثالث، في الربع الثالث. ننتقل للنقطة اللي بعدها. يلا يا مسيا ندى عندك أربعة وسالب خمسة، تحكي لنا سيناتي موجبة وصاداتي سالبة، بروح بدور وين سيناتي موجبة وصاداتي سالبة، رائعة، هيها يا مس في الربع الرابع. ممتاز يا مسيا ندى. يلا يا مسيا فاتن عندك صفر وثمانية، ممتاز، تحكي لنا تحكي لنا فاتنة دائما إذا كان الإحداثي السيني صفر فأنا أقع على محور الصادات، فأنا أقع على محور الصادات. طب محور الصادات الموجب ولا السالب؟ هي عندك صفر تطلعي للثمانية، معناته صادات شمال. ممتازة، تحكي لنا أقع على محور الصادات الموجب، بدنا نحدد من يوم ورايح صادات موجب ولا صادات سالب ولا سينات موجب ولا سينات سالب. ممتازة،
دائما اذا كان الاحداثي السيني صفر فانا اقع على محور الصادات، بضل احدد هل هو صادات موجب ولا صادات سالبه. ممتازه، يلا يا مس خلينا ننتقل لفارس، معك سالب واحد وصفر. ممتاز، بحكينا اذا كان الاحداثي الصادي صفر فانا اقع على محور السينات. طب محور السينات السالب ولا الموجب؟ ممتاز، بحكينا بما انه السينات السالب فانا اقع على محور السينات السالب. ممتاز، يلا يا مس يا عبد الرحمن، معك سالب 2 و5، النقطه ها احداثيها سالب 2 و5، مين السينات؟ ممتاز، سالب 2، وصاداتك رائع اللي هي 5. طب وين السينات بتكون موجب وين السينات عفوا بتكون سالب والصادات بتكون موجب؟ تعال نشوف هون، سيناتي سالب وصاداتي موجب، معناته انا في الربع الثاني، معناته انا في الربع الثاني. ننتقل للنقطه اللي بعدها، يلا يا مس يا شيركو، معك 3 و9، السينات موجب والصادات موجب، وين بيكون السينات وصاداتي موجب؟ ممتاز، بحكينا في الربع الاول، معناته انا اقع في الربع الاول. ممتاز يا مس يا شيركو، خلينا ننتقل لمراجعه موضوع التعابير والمتغيرات والتعابير الجبريه. في البدايه يا مس كنا نحكي التعابير الجبريه تتكون من ثلاث مكونات رئيسيه، لانه التعبير الجبري هو تعبير رياضي، هو تعبير رياضي يتكون من ثلاث مكونات رئيسيه. اعطيني يا مس يا غزل اول مكون. ممتاز، بتحكي لنا بتكون من ثوابت. اعطيني يا مس يا ايمن كمان مكون. ممتاز، بتحكي لنا متغيرات. كمان مكون ثالث يا مس يا محمد. ممتاز، عندي رموز للعمليات الرياضيه. معناته التعبير الجبري هو تعبير رياضي بتكون من ثلاث مكونات رئيسية، عندي ثوابت ومتغيرات ورموز للعمليات. الثوابت يا مس، شو هي الثوابت يا غزل؟ ممتاز، بتحكي لنا الثوابت هي القيم العددية التي تبقى ثابتة، يعني بتظلها ثابتة ما بتتغير نهائيا، زي الأرقام اللي هي 3 5 و8. طيب المتغيرات يا مس يا أيمن، بما أنك حكيت لي المتغيرات، شو هي المتغيرات؟ ممتاز، بحكي لها هي القيم التي تتغير قيمتها العددية، نرمز لها بأحرف زي سين صاد ميم. طب رموز العمليات يا مس، يلا يا محمد رموز العمليات. ممتاز، بحكي لها عندي أربع عمليات حسابية، جمع وطرح وضرب وقسمة. ممتاز يا مس يا نعمل يا مس مع بعض الأمثلة على أو بعض الأسئلة على التعابير الجبرية. معاي السؤال الرابع، بحكي لها أذكر أمثلة على تعابير جبرية. يلا يا مس يا محمد، محمد خليل، اذكر لي مثال على تعبير جبري. ممتاز، بحكي لنا في عنا قاف ناقص 6. تذكر محمد انه التعابير الجبرية لها ثلاث مكونات رئيسية، ثوابت ومتغيرات ورموز للعمليات، قاف متغير والطرح اللي هي رمز لعملية رياضية، والستة هي ثابت. ممتاز يا مس، ناخذ كمان مثال يلا يا مس يا ادم، رائع، بحكي لنا 2 ضرب كاف. كمان مثال يلا يا مس يا جود، ممتازة، 3 سين زائد 9. مس إسراء أعطيني كمان مثال يلا يا إسراء، ممتازة، ميم زائد صار. حكينا مس تذكر الملاحظة، حكينا ممكن إنه التعبير الجبري يتكون من أكثر من متغير، يعني يكون عندي متغيرين في التعبير الجبري. كمان مثال يا مس يا ملك، ممتازة، عندي 4 لام ضرب 5 عين، رائعة. طيب يا مس تذكروا الثلاثة سين شو حكينا عنها؟ كنا نحكي انه الثلاثة هي الثابت والسين هي المتغير. طب شو العلاقة اللي بتربط ما بين الثلاثة والسين؟ او شو كنا نسمي الثلاثة يا مس؟ يا مس يا جود، شو كنا نسمي الثلاث؟ ممتازة، كنا نسمي الثلاثة معامل المتغير سين. لو جيت سألتك يا مس هنا، شو معامل اللام؟ تحكي لنا الأربعة. شو معامل العين؟ تحكي لنا 5. ممتازة، هون شو معامل الكاف؟ رائعة، اللي هي 2. طب شو العلاقة اللي ما بين الثلاث والسين؟ يعني شو العملية الرياضية اللي ما بينهم؟ العملية الرياضية المخفية اللي بينهم دائما شو هي؟ ممتازة، بتحكي لنا العلاقة بين المعامل والمتغير ضرب. يعني الثلاثة والسين هون يا مس العلاقة اللي بينهم ضرب، يعني 3 ضرب سين. زي هون 2 ضرب كاف، بإمكاننا يا مس نكتبها هيك، 2 كاف هي نفسها 2 كاف هي نفسها 2 ضرب كاف، لأنه العملية الرياضية المخفية ما بين معامل المتغير والمتغير اللي هي عملية الضرب. ممتازة يا مس يا جود، خلينا ننتقل للسؤال اللي بعدها اللي هو سؤال 5. بيحكي لنا إذا علمت أن س تساوي سالب 18 وص تساوي 9، احسب القيمة العددية للتعابير الجبرية الآتية. انتبه يا مس، معطينا هنا يا مس يا محمد محاسنة، معطيني قيمة س اللي هي سالب 18 وص 9
بيحكي لنا احسب القيم العددية. شو يعني احسب القيم العددية؟ ممتاز، بيحكي لنا محمد محاسن يعني لازم الجواب النهائي يطلع معي عدد، لازم الجواب النهائي يطلع معنا عدد. يلا يا مسيا أشرف ننحل الأولى. 7 سين ناقص 9، بيحكي لنا أشرف بدي أشيل السين وأحط مكانها سالب 18 قيمتها اللي أعطاني إياها بالسؤال، فعوض مكان السين. هيا مس انتبهوا شو عمل، عوض مكان السين يعني شال السين وحط مكانها سالب 18. وزي ما بنعرف العملية المخفية ما بين المعامل والمتغير اللي هي الضرب، اللي هي الضرب يعني كأنها هي نفسها 7 ضرب سالب 18. كم 7 ضرب سالب 18؟ ممتاز يا مس، بيحكي لنا هي سالب 126. طبعا لما بضرب 7 في 18 126 وإشارتين مختلفات دائما الاختلاف في عملية الضرب يؤدي إلى السالب. سالب 9 بتنزل زي ما هي. ننتبه يا مس هنا عندي سالب 126 وسالب 9 إشارتين مشبهوا بعض، بجمع طبق الإشارة كما هي 126 زائد 9 135 وبضل الإشارة سالب زي ما هي. ممتاز يا مس يا أشرف. يلا يا مس يا أمين معك سين تقسيم صاد، شو بدك تعمل؟ ممتاز، بحكي لهم بعوض مكان سين سالب 18 ومكان صاد 9، فبحكي 18 تقسيم 9 2. وإشارات مختلفة دائما في عملية الضرب والقسمة، الاختلاف يؤدي إلى السالب، فبيطلع معنا الجواب سالب 2. ممتاز يا مس يا أمين. يلا يا مس يا يونس علي بعدها معك سالب 2 صاد زائد 23، شو بدنا نعمل؟ ممتاز، بحكي لنا يونس هون فقط بشيل الصاد وبحط قيمتها مكانها اللي هي 9، ما عندنا سين هون بس عندنا صاد، فبحكي سالب 2. طبعا الإشارة المخفية ما بين المعامل والمتغير اللي هي الضرب، اللي هي الضرب، فسالب 2 ضرب 9 شلنا الصاد وحطينا مكانها 9 زائد 23. بقية العملية الرياضية بتنزل زي ما هي، فبنحكي سالب 2 ضرب 9 كم يا مس؟ ممتاز، بحكي لنا سالب 18 زائد 23، إشارات مختلفة نطرح والإشارة العدد الأكثر بيطلع معنا الجواب 5. رائع يا مس يا يونس. يلا يا مس يا خليل معك صاد تربيع، شو بدنا نعمل؟ ممتاز، بحكي لنا بشيل الصاد وبعوض مكانها قيمتها العددية اللي هي 9، فبيصير معي 9 تربيع. كم 9 تربيع يا مس يا خليل؟ ممتاز، بحكي لنا 81. رائع يا مس يا خليل يعطيك العافية. طبعا بهيك يا مس يا سادس بتكون انتهت حصتنا لليوم، راجعنا فيهم أول درسين بالوحدة السادسة اللي هو المستوى البياني والإحداثي والمتغيرات والتعابير الجبرية. يعطيكم العافية يا سادس.